عملة واعطيتو هاد التراخيص للناس لا يستاهل يعني ماشي ديالهم الميزان ماشي ديالهم يحتسب انهم كمستثمرين ولكن ليس بمستثمرين هادو كيحلبوا عباد الله السلعه كنت دير 30 درهم ولا دابا كدير 990 درهم 100 درهم كيف يمكن للانسان يعني عنده 500 درهم يطلع يدير يعني يجيب الخضري ولهذا نطلب السلطات المحليه والاقليميه والجهويه والمركزيه في الماضي هذا النظر لفكرة المطلق. السلام عليكم. نشكر عارفينو حتى دا كاين غير بدا دي ديال المسائل نشين كرئيس التعاونيه ريسيكلاج للجوتيه نهار كنظمج الوقفه امام الوزاره المعنيه ب اللي من دين تشغل نشين قد التجار السوق الجوتيه نعم سيدي نتعانى يا الطاس خو نتعانى زي الجائحه تقوم بهذه الجائحه نهار نشين نتعانى نوحر نصوان نوحر نقال المظاهرات السلطات تيوت كان غير نحل في نشكي التعاونيه كني كني ونعاون نشي ننقاش المجهود ضم قران جبار ناسس التعاونيه النغ قانونيا سكوشي ما معنى الكلمه ندفعيت نعم سيدي جميع العماله ندفعيتي الجهه ندفعيتي ذا الرباط ايوا نوفر شوط الطماطور وعدنا بان ما بالبدايه شهر 6 ان شاء الله هذه يرير خير هذه نخش نهار الرخصه مش تكشيني وضان مره ناري يصدق نشين تواري ولا نلقى خدمان تقن التجاره نسان تستوي تسرع مع الشران نشين قانا شوالو ممنوع و وان التجاره نغض نايح الخول نشين نايح هو هو وانو في السرعة غير الزنزل يجي نحاشد التجاره نغض خفنا نغض تكسين الرخصه الرخصه نغض يشين نشين وشين تي وضا نغني قاخدم الزايس نشين قد حدانا نغنى انا نغوالو قرخو كانت رجع الوزاره وعد انا قرخو كانت رجع الوعد ان شاء الله نهار كنظمج نوقفه يعني بعد معاناة كثيرة ونحرى الطاس صافي وصل الزوبان شي يعني نضيع ورخو لا نخدم مثل يجي نحاشد قنعيح التجارة هو غنخشى ونتشكر عارفينو ونتمنى ان شاء الله انا نفيج الاجابة زي السلطات المعنيات السلطات الجميع في الناظر ان شاء الله برا المطالب نغا وما نشين وانا زوج نحاش ناس زوار رخصه نخش نهار رخصه باش تكشيني المجموعات نيوذان وكشين تدي النظا وكشين تدي طنجة نشين ناس نسيت في السرعه التجاره نطون نخدم بدا نتمع راسي تنس ناس القانون نقر قانون مش تقين مارا نتراجع نخش الترخيص واها ووعدنا نغبي ان ما الترخيص هذه ان شاء الله قنتراجع ولكن نوحر كراجي نعيح وارخو عام وست شهور نشين نريح ونزريشا ونتويريشا انا صافي نوحر قنقر وقفه ان شاء الله لعل وعسى نفس الاذان هذا غنغيسر هذا غنعاون لكن غبدل ان شاء الله رانشين كتجار وكبشر وكمغاربه لان الحق غنغير حقي انا يا مره ان شاء الله وانا زبوش نحش ترابندو كسنت مشينا الرخص نشين ترينا زو رخصه ونخدم بوترابندو شي طوال المنطقه التجاره نغنازو تمارس ان شاء الله بكل حريه والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين عامر من نكبة سوق الجوتية نكبة تيزيرين لسوق الجوتية بولاد بوتيب وثاني عضو في تعاونية وحدة الروسيكلاج بوحدة تعاونية الوحدة الروسيكلاج لتجار سوق الجوتية بولاد بوتيب. حنا اليوم خضنا هذا الوقفة الاحتجاجية من أجل يعني الملف المطلبي الذي يتمثل في يعني في الترخيص لوحدة الروسيكلاج لوحدة لتعاونية الوحدة من أجل تزويد السوق بالسلع يعني المواد الألبسة المواد المستعملة. ولهذا نحن منذ 2019 من مارس 2019 من بداية معرض كورونا ونحن نعاني مع إغلاق
مع إغلاق الحدود المحتلة المليلية المحتلة وفرض يعني وقطع الشك باليقين بالتهريب المعيشي. ولهذا نحن الآن درنا واحد إنذارية، هذه وقفة إنذارية من أجل التنبيه للسلطات سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية أو المركزية. ولهذا نحن نطالب مجددا بإيجاد حلول مستعجلة لهذه الفئات ولهذا السوق اللي كيتواجد فيه 1165 حانوت مرخص به لبلدية من طرف بلدية الناظور لبيع المواد المستعملة. نناشد السيد الوزير التجارة ونناشد جميع المسؤولين الغيورين على هذا المنطقة من أجل حلول من وجل الوصول إلى الحلول لإرضاء هذه الطبقة المستهدفة. نحن في يعني ليسنا عدميين ولسنا نحن في وضعية حرجة. السوق 96% ديال الحوانت مغلقة بالكامل. يعني كنتسائل واحد الحاجه، شكون اللي غادي يعطيهم الضرائب؟ شكون اللي غادي يعطيهم يعني الكراء ديال البلديه من اجل يعني لهاد وزاره الماليه؟ يعني نحن نعيش نوع من التشرد ومن يعني الحرمان. يعني السلع يعني غاليه اكثر فاكثر، يعني كانت كنشريوها ب 3000 فرنك دابا ولات 9000 10000. لا يمكن يعني ان نواجه هذا نبقى على الوضع يعني ولو على حساب ارواحنا. شكرا لكم جزيل الشكر لهذا عريفينو، شكرا لكم خويا الجلالي.